من اصحابه، من كابتن خالد مهدي مدير الكوره بنادي الانتاج الحربي. كابتن خالد مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن احمد. ازيك يا فندم وحضرتك بالصحه والسلامه. نهائيا تم التاجيل يا فندم مش كده؟ رسميا تاجيل ماتش اف بي سي. نعم، واعتقد ده كان طلبكم، يعني انتوا كنتوا مركزين قوي على الماتش الاولاني. احنا كنا طالبين الماتش اف بي سي وماتش الاهلي. ولكن اللجنه شافت ان تاجيل مباراه عشان النادي الاهلي يعني الارتباطات الافريقيه، فهم اجلوا الماتش ده. وانا والله هنبتدي نشتغل يا كابتن احمد. هو احنا يعني من الانديه اللي ما بتحبش تعمل ده، صحيح، يعني تحط معوقات قدام الناس. نعم، اكيد هم شافوا يعني وحاولوا ان هم يساعدوا، وده اكثر يعني اكثر حاجه قدروا يعملوها طبعا. وبنشكرك برضو لوقفتك برضو واتصالك، دي حاجه برضو تحسبك يا كابتن احمد. يعني لا، ما الحقيقه الناس افاضل، الاستاذ عمرو الجناني والصديق العزيز حسام الزناتي والكابتن محمد فضل، الحقيقه الناس يعني هم برضو بيحافظوا على الدوري العام، لكن في امور بالتاكيد لابد، الامور الانسانيه دي لا يمكن لاحد ابدا ان يقف امامها. لكنه يعني برضه حسب ما علمت انه حتى اللعيب اللي فيه شك ما اجراش المساحات الاخيره يا كابتن خالد. لمين؟ اللعيب الاخير اللي هو انت قلت 11. احنا الحمد لله 11 واثنين امبارح، 13 لعيب، واللاعب اللي هو الموجود حاليا عندنا ده موجود في بيته، وهو ما اعتذر عن عمل المسحه وهيعملها يوم الخميس باذن الله. ولكن احنا الحمد لله الامور الحمد لله، يعني اصبح عندنا حاله واحده بس، حاله واحده فقط لا غير. طيب هيبداوا ينزلوا التمرين امتى؟ ده مهم قوي. باذن الله اللعيبه هتنزل بكره باذن الله. عملنا لهم اشعه على الصدر وكل الامور تمام. هايل. وعملنا مسحه وكلمت الدكتور محمد سلطان. نعم. والراجل قال لي ابتدي يلا اشتغلوا، والامور كويسه الحمد لله. وكابتن مختار نزل النهارده التمرين، النهارده كان موجود. والله طب كويس، ده خبر ممتاز، انا كنت عارف انه هينزل بعد بكره. هو كان موجود ما نزلش الملعب، ولكن كان موجود بس جه النادي. كويس. طب كويس، ده خبر ممتاز. وحط البرنامج بتاعه اللي الناس هتشتغل عليه وهيبقى متواجد. عندنا باذن الله بنحاول نعمل مباراه وديه يوم الجمعه باذن الله، يعني بنسبه كبيره نعمل مباراه مع فرقه من الدوري الممتاز، والعجله تبتدي تمشي يعني. طيب خليني اسالك عن قرار كابتن مجدي عبد العاطي، كان مفاجئ شويه. نعلم العلاقه اللي بتربط ما بين الكابتن مختار والكابتن مجدي عبد العاطي، قول لي كواليس هذا القرار، لانه البعض قال ان الكابتن مختار ممكن يعتذر عن الاستكمال مهمته فيبقى الكابتن مجدي عبد العاطي بديلا ليه، والبعض قال لا ده جاء يعني ردا للجميل من الكابتن مجدي لمدربه واستاذه كابتن مختار. والله كان كابتن يعني كان طبعا بتكلم مع الكابتن مختار، فحسيت منه في الاول خالص كانت يعني الامور كانت بالنسبه له هو صعبه شويه، ولكن الكابتن مختار واحنا بنتكلم مع بعض وبقول له يعني انت اطمن، اهم حاجه انت خد راحتك خالص في الامور ديت. فهو الراجل حتى بلغني قال لي انا مش هقدر اكمل وشوفه مدرب يعني. الكلام ده انا بحكيه لحضرتك لاول مره. قال لي يعني شوفه مدرب وساعد صوتك. ما ينفعش ان انت كان بيجي لك في وقت من الاوقات عرض واثنين وثلاثه وضعفنا ثلاث مرات، وان انت كنت بتمسك بينا، واحنا عشان ظرف زي ده احنا نيجي نقول لا خلاص يعني ونجيب مدرب، مش هينفع الكلام ده. انت خد وقتك كله، ولكن بنشوف مدرب عام برضه تكون انت مرتاح لي يشتغل من خلالك. وتبقى الامور بسيطه. فانا اقترحت يعني بكلم معاه، بقترح عليه، بقول له كابتن مجدي بعد ما كلمت الكابتن مجدي بصراحه ورحب وقال لي انا عايز اعمل اي حاجه اساعد الكابتن مختار فيها، فقلت له يعني انت ما عندكش اي مانع. انا عارف ان طبعا بعد ما تبقى مدير فني النجاحات دي صعب ان تبقى مدرب عام. قال لي لا، مع الكابتن مختار ومع النادي اعمل اي حاجه. فكلمت بالكابتن مختار قال لي كلمه على طول بسرعه، كلمته الراجل كان ثاني يوم موجود في التمرين. طيب يعني الامور عندكم اصبحت هادئه والدنيا ماشيه بشكل كويس ومفيش اي قلق، الكابتن مختار عاد، الكابتن مجدي عبد العاطي موجود، والكابتن محمد عبد الله اعتذر، وخلاص كده الجهاز اتظبط يا فندم. كل الامور اتظبطت الحمد لله. الحمد لله على السلامه، ربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. طيب